ولاد مسلم معتمدية العامرة ولاية صفاقس، جينا باش نشوفوا الأجواء نتاع جني الزيتون. مرحبا بكم أختي. وقت شوفي توعدنا حكاية 15 20 يوم بدينا جني الزيتون في ولاية صفاقس. الصبا على قدها مش هكا الحاجة الكبيرة، أولا من قلة الأمطار إن شاء الله ربي يرحمنا، ثانيا من المناخ، مناخ تبدل علينا برشا وهذه كارثة تعاني فيها الدول الكل. إشكال فهمت ولا حاليا في الزيتون بدي تعب، ده تعب والإنتاج الكاليتي زاد تتعب معاه الجودة بينصير فهمت. بالنسبة احنا نخدمو متعلمين ديما المسيرات القبل أبرك شوية، حاليا فهمت ولا نعيشوا معاناة. شنو المعاناة؟ المعاناة فهمت ولا في العباد هذه اللي نجيو نخدموا من بعيد، نجيو على كهرباء فهمت ولا غير محمية، يعني نساء فهمت ولا ورجال راكبين فهمت ولا في الكاميونة، نجيو من الفجر خلو صغيراتنا بيان سير فهمت ولا يقروا، نجيو بنسانة نعانوا في معاناة كبيرة ياسر. ظروف التنقل نتاعكم يعني فهمت ولا مش محمية أبدا، مش كان سنة، يعني مش كان سنة ذي سنة وممكن حتى بعد سنين أخرى، لأنه صعيب أنك توفر وسائل النقل صراحة. باش نعطوا كل الحق حقه، هذا يخدم هنا وهذا يخدم هنا، وهذه ماسرة فهمت ولا كبيرة وخاصة في ولاية صفاقس في معروفة بالزيتون. يعني أنت ساعة منين جيت؟ أنا جيت فهمت ولا من ولد مسلم، لكن ولد مسلم مترامية الأطراف، ثم منطقة فهمت ولا يسمى الغلالبة، ثم منطقة يسمى الدخالة، ثم مهرة فهمت ولا، احنا جيسك بعاد فهمت ولا حوالي 7 كيلومترات 6-7 كيلومترات على المكان اللي نخدموا فيه. كاميونة تجيو من تالي كالعادة؟ بالطبيعة نجيو كالعادة، مش باش نعملوا كالظروف. باش نخدموا باش نجيبوا قوت صغارنا، وقت تشوفي المعيشه غلات ما نعرفش كيفاش عايشين، وليداتنا فهمت ولا يستحقوا كتبنا، وقت تشوفي فهمت ولا نجيبوا في صغارنا وساعات معانا ها وليد فهمت ولا نخافوا عليه، الصبي مريض فهمت ولا نخافوا عليه، امه جايباته معانا فهمت ولا فهمت، يعني لا عنده حمايه، لا عنده شكون في الدار، ما عندوش حتى فهمت ولا، الدولة ما تتكفلش به مواطن، وليد صغير كما ذاك ومعاق فهمت ولا ما تتكفلش به الدولة، وإحنا هاك تشوفي الظروف يعني نخدموا بعيانا، يعني نخدم وحدي. أنت والمدام لهنا؟ بالطبيعة، أنا وحدي فهمت ولا ما نجمش، لازم معايا المرأة، لأن هي الخدمة هذيا تستحق نساء ورجال. خدمة هذه تسحق نساء ورجال، ولازمك تجيب المرأة بتاعك، إيه الصباح صدقيني نوض الخمسة بتاع الصباح. فهمت ولا المراه وما حضرت فطيرات الصغار، واني ما عندنا زويلات نرجلوهم ونتحهم نديروهم ونعلفوهم باش نخرجوا ونخدموا فهمت. نحكوا على جورني قداش نهارك مسالش جورني فهمت ولا، مش برنسيب فهمت ولا، من ال 35 الراجل المراه 20 براسك فهمت ولا، كحد 55 60 دينار فهمت ولا، المرأة والراجل يخدموا معاكم اي مع بعضنا، مع ظروف حياتك تشوف حكة الطماطم ما نديريش بقداش بستة دينارات هذيك فهمت ولا، صدقيني يعني اني عندي صغار وخليهم في التيت باش المرأة ننجو باش نخدموا شوية على الأقل فهمت ولا، ما نجيبوا قوت الصغار وقوت الدار، والحمد لله والغلاك تشوف ماك تشوف ذوك تشوف مصاريف فهمت ولا، ما نعرفش وربي يقدر الخير ان شاء الله ربي يقدر الخير. بالنسبه للسنة معناها جوست عندكم الفلاح هذا كهو تجمعوا عنده ولا فما فلاح اخرين؟ هو خدمه بالتنقل كيفاش؟ فلان عنده 200 زيتونه ولا 300 زيتونه مش نخدموا معاه، وفينا فهمت ولا نشرشوا على رواحنا تليفوناتنا، فلاح اخر عنده 100 زيتونه نمشيو نجمعوا له هكا يعني بار بارونتيز، لين توفى الميسره وحنا نحاولوا، مش لانه الفلاح هذا كما عنده هنا يعني حوالي 170 زيتونه يعني نخدموا فيهم قريبا نكملوهم، وباش نمشوا فهمت ولا للمكان اخر نخدموا له، احنا ديما هكاك. بما انه الصبا يظهر لي سنة مش كيما عمناول، الصبا مش كيما عملوا، الصبا تعبت برشا يعني من قله الامطار فقط، من قله الامطار، لان هي زيتونه مباركه ما فيش حديث، لكن الامطار هي اللي شحت علينا فهمت ولا، وهذا كله فهمت ولا يرجع للمناخ ويرجع فهمت ولا للكوارث اللي عملوهن الاوروب والامريكان، ما عملناش احنا فهمت ولا، هالغازات والدمار فهمت ولا هو اللي خلى الانحباس الحراري فهمت ولا حاليا كما هكا فهمت ولا، لكن حتى عملوا اتفاقيه فهمت ولا في مصر نتاع كان ممكن ما تفهموش فهمت ولا، في الاخر عندنا الحق في الجوايح
يعني واحد من الناس كفلاك كخدام ما جابش زيتون السنا فهمت ولا منين باش نعيشني عندي الحق فهمت ولا من اوروب ومن الدول فهمت ولا الغربيه وامريكا اللي استثمرت لنا وهزت لنا ارزاقنا فهمت ولا من افريقيا كامله بحق فهمت ولا ان ترجع لنا حقنا فهمت ولا وترجع لنا فهمت ولا الجوائح اللي قاعدين يلزم ترجع لنا حقنا في الجوائح امان اذا كان فماش زيتون ثم الزيتون كما قال يمشي يموت يمشي يموت بالفعل يعني ايش باش نعملوا؟ ما عندناش حتى حل انا نمشوا ندبروا شي نهيره مرمى ندبروا شي نهيره بحر ندبروا كاين شوا لازم تعيش لكن رغم الالم نعيشوا رغم المعاناه نعيشوا لان بلادنا لان تونس لازم نحافظوا عليها فقط لانها جيانا جايه صغارنا جايه فهمت ولا لازم نخمموا عليها.